على اللي عندك. انت تعال مشتكيك على العمده. انطفح طفح الكلمه. ايش؟ من هو راشد؟ ارحب. خلنا نجلس بجلساتنا طيب. صحت راشد 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 ما لقيته. بس انا قلت له بس لك انا طيب سالم. بشوف بنقيمه. وين خلصنا جزء باقي جزء ثاني. تواضع عمده. ها عمده موجود لازم الجلسه ذي. نعم. دقيقه في الحماده. تقاطع الاصوات على طول يقاطع اصوات للسجن. اقتل هذا التقاطع. متسابقين وكذا ما تنصح. سجن. انا عصرهم قايمين. اقول فكنا منك. تقاطع الاصوات. الله من شرك انت. حميد الله من شرك. خليني اغري العمده. شوف حتى العمده على محل الثياب. لا 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 ما بجالس. انا بسمع السالفه اللي لا 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 انا بس دقيقه بعد الجزء الثاني يعني لو طافنا خلاص تقييمها عندكم علمونا كنا هنا ولا ازال. بس انا عندي كلمه افتك من اراء بعد اذنك. بس مناحي مناحي افتك من اراءه بس يوفقك الله. الله يطول كلكم ان شاء الله مساعدين. كنه من قهر. ها لا لا شوف وجهه ان قال الله انه يعول غمران. يا عمده تقول تقاطع الصوت عندنا سالفه. انا يقطع السوالف 50 عام وهو يجاهد بالاسوات. ابي بعطيك على هواك. 50 يوم وسوالفك 50 يوم وانا سوالفك ثابتها. انا ادور العماده لو بها لو هو بفلوس ما بعد بدا لو هو بفلوس شريت العماده عشان مقاطعه الاصوات. انا اذبحها جاي اقمعها. انا جاي اقمعها. هي شغلي الشاغل لين ان شاء الله تنقطع من القريه. عيال المهم يا طول عمر السلامه بعيد السالفه. لا 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 مختصره مختصره مختصره. كمل كمل انا علمينا. بس طلعت معي انت. طلعت انا يا طول عمر السلامه اخوياي رايحين يجيبون خبز. حلو زين بقاله انا تقريبا 3 كيلو على السياره. قلت انا يا عيال دام اخوي دقن علي والساعه 11 بالليل ومن الموضوع جدي مستحيل انه يخرب علي الجلسه. يا اخوي اثبت الله يشغلك. اثبت يا ابن الحلال. قلت انه مستحيل اخوي بدق علي بالوقت ذا يخرب علي جلسه العيال. هو يغطي علي اوقات يعني عبد الله نايم شيء. شتهم. قلت انا ما اتحمل انتظر عيال بيجون اكيد انهم بيروحون مكان ثاني وبيدورون حاجه ثانيه وزي كذا مطول هسه. قلت احنا وقتها بمخيم قلت بمشي رجلي لين الشارع تقريبا 2 كيلو. وقف يا. ايه. قلت اذا الجو بينطحوني بينطحوني لان الدرب واحد اذا شفتهم ابشر لهم ولا بدق عليهم يرجعون. المهم ان انطحوني على السياره انا طبعا الساعه 11 بالليل انطحوني على السياره ركبت معهم نزلوني على موتري رحت البيت. اول ما دخلت البيت الا لقيت محمد اخوي جالس بالزاويه ساكت يا طول عمر السلامه وما تكلم ولا قال شيء. قلت وش السالفه؟ قال ما في شيء. قلت وش العلم؟ قال ما في شيء. قلت انت منين جايين؟ قال جينا من الزلفي. قلت طيب وش صاير؟ ليش دقين علي؟ قال لا بس راح امي تبيك فوق. هنا 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 عورني بطني. قلت تبيني في موضوع وش صاير؟ ايش مسوي؟ اي لو تبيني امي دقت علي بس ما في شيء. رحت الفوق رحت لغرفتي جلست شوي دخلت البيت. اي انا بغرفتي الان. والله اني شفتها. دخلت عند امي الا امي توها مخلصه صلاتها. سيف الا امي توها مخلصه صلاتها يوم نظرت فينا الا عيونها غرقانه دموع. بس لو اقول ابكي بكت غرقانه دموع. ايش فيك يا امه؟ قالت ما في شيء. ما في شيء. قلت والله تعلمين وش السالفه؟ قلت لا ما في شيء. عبد الله انت بتقهرنا انت تبي تدخلنا برايم انت ولا شو ذاك؟ قهرتنا في السالفه. اسمع انا قاعد اسولف تبي اخلصها على طول. نزلت لاخوي تحت قلت وش السالفه؟ قال ايه. قلت شو السالفه؟ قال ما في شيء راح عند امي تعلمني. اتعلمك وانزل واروح عند امي. قلت يمه والله ما اطلع من انت لين تعلميني السالفه والله. قالت اخوك عبد السلام. قلت ايش فيه؟ قالت لا بس دخل العنايه. العنايه من باب تبي تخفف علي الكلام. قالت العنايه يدخلها الصاح ويدخلها المريض ويدخلها اي احد عادي عادي. تمازح معها انت قبل؟ اي اللي تمازح معها اذان المغرب اذان العصر تمازح انا وياه. قلت العصر انا امزح انا وياه. الحين عنايه وعنايه مركزه كيف صاير له شيء؟ قالت لا بس تعبان هو مريض ربو تعبان من الربو من الجو زي كذا دخل عنايه. العنايه يدخل الصاحي لو ترتفع حرارتك تبي تخفف علي تبي ترتفع حرارتك تدخل عنايه عادي يومين ويطلع. ايش صاير له؟ قلت يمه وانت جايه من الزلفي ومخليه ولد في المستشفى. ايه هو ربو تعبان ربو. قلت انت جايه من الزلفي الان من 90 كيلو ومخليه عبد السلام في المستشفى؟ الحاله
شلون كذا؟ مستحيل اكيد في مصيبه صايره. قالت لا ما في مصيبه صايره. الكلام هذا متى؟ الجمعه بالليل. نمت وانا ماني بمرتاح. اول سلامه مش كبره تقريبا لو الان موجود قل ثاني جامعه. المهم يطلع عمر السلامه ها اخوي اخوي. المهم يوم اصبحنا واصحى الساعه 11 ونص الظهر يا ولد احنا مسافرين. الله يكون عليك يا عبد الله. يا عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله ساعه تكفى يا ابو مساعد. سم. خلاص مشينا مشينا مشينا. في سالفه فيها اهات. المهم يا طول عمر اول ما دخلت اول ما نزلت من الدرثان بالصاله الا لقيت عماني وعماتي وكل قرايبنا موجودين اللي جايين من الكويت واللي جايين من بنوين. اناظر فيهم كذا قلت والله انكم ما تجمعتم على خير الا في موضوع صاير. لا لا اذكر الله اذكر الله. قلت والله ما في شيء. ما ايام دراسات ايام اختبارات نهائيه ما في اجازه جايين في بلا. جيت عند اقرب عماني جاي من الاحساء مداوم وجاء قال اسمع انا بروح المستشفى عند عبد السلام. قلت انا بخاويك. جاء محمد اخوي قال يلا مشينا. ابوي وين؟ ابوي سابقنا في المستشفى. قلنا يلا. دخلنا المستشفى. الزياره متى تفتح؟ تفتح العصر. احنا جايين على حزه الظهر قلنا بننتظر بننتظر الرجال لين تفتح الزياره وندخل. المهم يا طول عمر السلامة وندخل إلا نلقى قسم حق شؤون المرضى من المرضى. نسمع في واحد داخل يبكي 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 بشكل مو طبيعي. صياح صياح. تعرفون صياح الطفل اللي قام يناش كذا. جاء عمي قال أنا بدخل الرجال باب أشوف شو وضعه. بكى عورني وما تدري من اللي داخل. ما ندري من اللي داخل. يبكي يبكي بشكل مو طبيعي. دخل عمي يا طول عمر السلامة. أول ما دخل عمي وطول شوي عمي طول ما رجع. دخل محمد اخوي ولا حد رجع. طول ايش السالفه؟ باقي انت برا. انا باقي برا. وش مجلس؟ كنت خل معه. كنت استح شوي. المهم وانا ادخل معهم اول ما دخلت الا اشوف ابوي ناطحني من الغرفه مغطي وجهي. يوم شافني يغطي وجهه ويطلع من عندي. وش السالفه؟ ما في شيء بس بيرجع الديره. طيب علموني ليش الناس تبكي؟ لا لا ما في شيء ما يبون يعلموني. بالثانوي وقتها ثانوي تقريبا ثانوي او ايه اعرف. المهم ونركب السيارة. يا عيال علموني شو السالفة. ما حد علمني ما حد أعطاني العلم أبدا. عندك 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 في عندك يا ولد عشان سواليف. طيب حطها أنا ولا لازم تجيب قدرك من قال أسلم. ركبنا السيارة. طيب علموني وش صاير؟ طيب عبسام وش فيه؟ ليش رجعنا العصر تفتح الزيارة؟ قالوا لا لا ما في شيء ما في شيء. وحنا بالطريق 90 كيلو دق عمي الثاني على عمي متعب اللي يسوق السياره. الو السلام عليكم. ها صار والله عبد السلام توفى وجه الديره. عرفتوا اللي انا اسمع الكلمه استوعبتها بعد نص ساعه توفى. طيب امس امزح انا وياه زي كذا تقريبا ثالث متوسط زي كذا. ايه ايه المهم انا ما متى استوعبت إيه قبل بساعه امزح معه العصر المغرب ما تحمل الربو. ها ايه بسبه الربو وتقلبات الجو وزي كذا. فدخلت البيت للحين انا ماسك نفسي ماسك نفسي. قال هذه وجهي امي. قالت اذكر الله. قلت لا اله الا الله. قالت الموت حق ولا مو حق؟ قلت حق. قالت راح عند الكلمه هذه اللي كسرتني. قالت راح الشخص ارحم مني ومنك في الدنيا. الله جابه الله خذاه انتهى. تقريبا شوف انا اكبر منه بسنتين فهمت. قالت الله خذاه الله جابه الله جابه والله خذاه. تؤمن قضاء الله قدر؟ قلت اؤمن. قالت خلاص راح عند شخص ارحم مني ومنك في الدنيا انتهى. انا ما تحملت قعدت انفجرت صياح. اي سالفه استغفر الله. الحمد لله الحمد لله قضاء الله قدره. الله يعوضنا خير الله يعوضنا خير. طارت الطوارئ السالفه ذي الله يرحمه. اي والله القاعد حبيبي ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله. الله يجزاكم خير ويرحمه ويغفر له ويسكن في سح جنات ويرحمنا ويرحم سيدي عبد الله. يا ام تقول راح عند اللي يرحم مني ومنك. ايش اسمه فيها الرحمه اللي عند الام تجاه ولدها كيف؟ اي والله صح. الله عز وجل هي شوف هي 100 رحمه هي 100 رحمه حلو عند الام لولدها واحده وعند الله عز وجل لعبده 99 رحمه. عند الام واحده عند الخلائق كلهم واحده.
99 عند الله سبحانه وتعالى. لا هو يقول يعني بما معنى الحديث رأيت ان هذه يعني ولم حساسة دائما، لكن شوف ما شاء الله تبارك الرحمن، اولا الله يخلف عليها خير ويخلف على ابوك ويخلف عليكم كلكم خير، والله يسكنه في سيح جناته ويجمعنا واياه في الجنه، نعم في الفردوس الاعلى من الجنه. والله ما شاء الله تبارك الرحمن، تعرف ان في حديث للرسول عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه والسلام بس في نقطه هذه، ان الرجل اذا جته مصيبه وقال الحمد لله سال الله سبحانه وتعالى الملائكه وهو اعلم بما قال عبده، يقول الله سبحانه وتعالى ماذا قال عبدي، قال يقولون الملائكه قال الحمد لله، قال ابنوا له بيت في الجنه اسمه الحمد. وهذا ترى ما والله ما ياخذ ما شاء الله تبارك الرحمن، اللي قالته لك امك ترى الام دائم قلبها يتفطر، لكن ما شاء الله نحسبها والله حسيبها انها من اهل الايمان، والله يعوضها ولا ودي والله اطيل، لكن المشهد قوي خير ما قلت الرحمن. اللهم امين لا اصغر مني بسنتين، اللهم امين ومن يقول يا رب قول عزكم سول عليك شعلوا بحرقه الله يطول عمرك. سوالف سوالف الحزن به عاش بيحرك سوالف الحزن ما اللي بحبها، من يقول يا رب سامر يوم يقول انها انها ما ثلاث رزاء نمت خلاص مشينا مشينا ما بقى الا 15 دقيقة. اسمع قوم مشينا الكاميرا ذي هذه صفقتها مرة والثانية بغيت اصفقها الحين. سلطان جاب قدرة يحسب ان الكاميرا بتقطع بتجي عليه. يا يعني انا النشمي كلنا نشامة. انت محترق بعد؟ ها؟ لا ولد اقول له رجع القدر رجع القدر. والله دول ما سووا مثله ولا لا ما نمسوي مثله لا ما نمسوي مثله ما نمسوي ما نمسوي مثله احرق اخي ابن عمي رفيقي مكتوب 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 لا ندور بالقدر المطبخ مكانه في القدر, القدر يا شيخ مكانه في القدر لا القدر مكانه في المطبخ القدر مكانه في المطبخ حتى الله يهديك يا نرفزني اقول الصحيح يا صبر سلطان عليكم سلطان يا صبره عليكم يا صبره عليكم يا صبره عليكم والله انه بطل والله انا قدر يخلي الناس كلهم يدرون يطبخ والله اني اقولها وانا صادق يطبخكم يمسك الريالتي وتكسرون صورته وتتكلموا فيه وترفعون ضغطه وحرج الله وجهه وجمال الله حاله احد الرايق من القدر. اسمع اسمع ثاني شيطان عمرك يا سيف يا سيف ما انت بسان السيف وسيف ما هو بسان السيف. بسم الله عليك بسم الله شوف ايدك بعدين تعال انزل انزل الحذر لا يقي من القدر